مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم غنخصوها إن شاء الله المرض البياض الزغبي أو الميليديو اللي كيضرب فلاحات العنب. هذا المرض المعروف منتشر في بساتين العنب في العالم، واللي في عدم الوقاية الكافية والمعالجة الفعالة يمكن يدير أضرار كبيرة على الإنتاجية وعلى جودة المنتوج. وكيتكاثر هذا الفطر على الأوراق والبراعم ثم على الأغصان. فبالنسبة للأوراق كنلاحظوا بقع دائرية اللي كتوسع وتبدأ تصفار من تحت، ويمكن هذا البقع تسبب في تبياس الأوراق والسقوط ديالها. وفي الظروف المناخية المواتية كيتكاثر المرض بسرعة في الأوراق، كيدوز البراعم وكيتصلب على النواره، ومن بعد كيضرب الحب وكيضيع الغله. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، لازم نفكر ونستعملوا الوقايه قبل العلاج، وماشي سهل نقضيو بمره على المرض، ولكن الا قمنا بممارسات مضبوطه يمكن نقللو من انتشار المرض. فبالنسبه للتدابير الوقائيه فهي كثيره ومتنوعه. من الافضل نجنبوا التراكم ديال المياه في الصفوف بتقنيات صرف المياه، ونغذيو مزيان الشجر ونزبروا ونويو باش نقيو ونحدو من ظل الرطوبه، ونزولوا بانتظام العراش المتدليه واللي كتغطي وسرق الماء اللي طالع بالقياس، ونغرسوا اصناف اقل حساسيه. وكذلك نتبعوا النشرات اللي كتصدر من المصالح المختصه حول ظروف المناخ وبدايه انتشار المرض وطرق الوقايه والمعالجه. وهنا كنصحكم باستعمال تطبيقات المثمر الخاصه بالظروف المناخيه ودكتور نباتات الخاص بتتبع انتشار المرض والحشرات وكل معلومات اللي تساعدنا الوقايه والمعالجه. والى اقتضى الحال نستشروا مع مهندسات ومهندسي برنامج المثمر اللي قراب من جيتنا. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فمن الأفضل تقنين المعالجة الكيماوية نظرا لخطورتها على صحة المستهلك وعلى البيئة. فلازم نحسنوا من التدخلات ديالنا باش يمكن نقص منها بشكل مقبول، لأنها باقة مكلفة وكتمثل واحد الجزء كبير من التدخلات. وإلا كان من ضروري نقوم بالمعالجات بالمبيدات فلازم نتبعوا نصائح المختصين، وما نستعملوا غير الأدوية اللي مرخص لها بالكميات المناسبة وفي الوقت المناسب، ونستعملوا الآليات الخاصة وكميات الماء الكافي اللي يوصل المبيد إلى أماكن الفطر. وفي الأخير كنتمنوا في المستقبل نتوصلوا ونوضعوا آليات اللي تمكننا نقص من كميات مبيدات الفطريات. ولازم نطوروا كذلك أدوات أخرى على أساس إدارة المكافحة المندمجة بممارسات علمية ومبنية على التزامات تنظيمية واللي كتطبق تدابير وقائية وكتقنن معالجة بالمبيدات. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.